المسرح الكويتي. المرتبة الأولى يوسف بعلوج من الجزائر. الدورة الثانية عشرة لمهرجان المسرح العربي ستعقد بمشيئة الله على أرض عمان بالمملكة العربية الهاشمية. أن الجائزة ذهبت إلى مسرحية مجنون. الثوب والأصفر. المسرحية مرهقة نفسيا، المسرحية ضغط عصبي مش طبيعي، المسرحية طلعت روحنا والحمد لله ربنا ما بدأش طرف حد. بس أنا النهاردة فرحتي مش بالمسرحية ولا فرحتي بالتمثيل ولا الإخراج ولا أي حاجة، فرحتي النهاردة إنه مصر ده الطبيعي يا جماعة.